السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في فيديو جديد في القناة جواهر. كيف كتشوفوا عندنا اليوم واحد الجولة في محل أروى شوب اللي كيتواجد في مرجان سيدي عثمان. جبت لكم منه واحد تشكيلة رائعة من الملابس النسائية. كاين أحذية، كاين سكان، صراحة عندهم اللوينات زوينين، شكيلات متميزة. كيف كتشوفوا كاين هاد لافيست، صراحة زوينين، توب ديالهم زوين. والجميل انهم كيفاش كينظموا الملابس اللي عندهم، يعني بار كاتيجوري ديال لي كولور، يعني ممكن تمشي غير لواحد الجناح واحد تسيليكسيوني مثلا الحويجات اللي بغيتي، تقدري تاخذوا منه لبسه زعما اسورتي كامله، بالساك بالصبيبيط ولا السنيديلا بلا غوب اللي بغيتي. صراحه عندهم داكشي زوين كيف كتشوفوا معنا. هاد لابارتي هنا ديال الحويجات جون موتارد، يعني داكشي اللي كيتماشى معاه، صراحه حويجات زوينين. وكيف تنقول يعني كاليتي عندهم رائعه. كاينين هاد لي غوب حتى همايا، ولكن هاد الصبيبطات حتى هما زوينين. اذا نخليكم دابا مع هاد الجوله اللي كنتمنى تعجبكم، واللي عجباتو شي حاجه يقدر يتواصل مع الناس ديال اروى شوب. وكما العاده انا غادي نخلي لكم الرقم الهاتف ديالهم في صندوق الوصف، ويمكن لكم تواصلوا معاهم عبر الواتساب ولا تعيطوا لهم في التليفون، يعني اللي بغى شي ارتيكل يشوف واش ديسپونبل ولا لا. وان شاء الله تعجبكم كيف قلت هاد الجوله. نخليكم مع باقي الصور وكنضرب لكم واحد الموعد الفيديو القادم ان شاء الله، والسلام عليكم.